سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد في توضيح المطلب الأخير أمس نذكر أمثلة تارة تقول الموجود واجب، الموجود ممكن، الموجود إما واجب أو ممكن، الموجود أو نخرج عن هذا اجتماع نقيضين محال. وأخرى تقول الموجود إما جوهر أو عرض. الحيوان إما كاتب أو غير كاتب. الإنسان ضاحك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هنا ثالثة تقول الله عالم، زيد عالم، الإنسان ضاحك أو قبل متعجب. الإنسان ضاحك. هذه ثلاث مجموعات من القضايا، كل واحدة منها تشكل نوعا. الموجود واجب، هذا الوجود ذاتي للوجود للموجود أو ليس بذاته، يعني يحتاج إلى شيء حتى يعرض الوجوب على الموجود في ذاته، بذاته لذاته، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا. يعني إذا أثبت لغيره، لغير الواجب الإمكان، فهذا الإمكان أيضا ماذا؟ ذاتي له، يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ شيء آخر يضاف إليه حتى تثبته وحتى تحمله. هذا الذي سمعنا نحن عارض ذاتي، يعني ماذا؟ أن الموضوع بذاته لذاته يقتضي حمل المحمول عليه. بمجرد أن قلت موجود، يعني ماذا؟ لا يخرج عن كونه واجب، ولا يخرج عن كونه ممكنا، ولا يخرج عن كونه واحد، ولا يخرج عن كونه كثيرا، ولا يخرج عن كونه كذا علل، ولا يخرج عن كونه ماذا؟ معلولا. وبذاته الموضوع، وقلنا هذه علة ماذا؟ علية تحليلية وليست علية خارجية. أنا في الخارج لا يوجد عندنا إلا إما موجود ممكن وإما واجب. طيب في الأول والثاني الموجود واجب، أنتم قلتم يعني الموجود يعني على كليته ليس واجب، إما واجب وإما ممكن. إذا تذكرون لو قلنا هذا الموجود، أنا لذلك عددت أنا الآن. انظر الفرق بين، يبقى ماذا؟ الفرق بين هذه القضايا في نفس الآن، كل هذه أعراض ذاتية. الموجود إما واجب أو ممكن، اجتماع النقيضين محال، هذا ابتداء محال أو لا، لابد أن نعرض عليه شيء آخر حتى يصبح محالا. بمجرد أن قلت اجتماع النقيضين ماذا؟ فهمت الاستحالة، يعني فقط تحتاج إلى موضوع ومحمول والنسبة بينهما. فقط إذا التفت بين إلى النسبة بين الموضوع والمحمول ماذا؟ تصدق بالقضية. الفرق يبقى ماذا؟ بحثنا هناك، الفرق يبقى في هذا أنه يشترط في الذات أن يكون مساويا للموضوع، يعني المحمول مساويا للموضوع، يعني ذات إذا حتى يكون ذاتيا
ويكون معحوثا في مسائل العلم، يشرط أن يكون مساويا للموضوع أم لا؟ يمكن أن يكون أعم ويمكن أن يكون أخص. الخلاف بين هذه في أي شيء؟ في العام والأخصية. فالمحمول هنا ماذا؟ أخص من الموضوع. والمحمول هنا ماذا؟ أخص. والمحمول هنا مساوي، والمحمول هنا ماذا؟ أعم. الاستحالة أعم من الجماع النقيضي. هناك بحث هذا اختلف فيه، ألا لا أريد أن أدخل فيه. قلنا أن البعض قال ماذا؟ ومنهم العلامة لابد أن يكون الموضوع مساوي المحمول، محمول مساوي الموضوع. وغيره مثلا قال لا، لا بأس أن يكون ماذا؟ ما قد يكون ماذا؟ أعم، قد يكون أخص. وبالتالي الأخص والأعم على القول الأول ماذا؟ لا يكون من مسائل العلم، لا يكون من مسائل العلم. قلنا هناك يعني لا بد من بحث، يعني حتى يبحث الموضوع لا بد أن يكون ماذا؟ مساويا. قبل سؤال من يريد أن يسأل في الأخير حتى لا يضيع. هذا بالنسبة إلى العرض الذاتي. فهنا الموجود إما جوهر أو عرض. الموجود إما جوهر أو عرض. الآن هذه القضية صحيحة. الجوهر يعني له مادة، صحيح الجوهر؟ ما له مادة. صحيح؟ ما له ماهية. الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض. طبعا هذا يأتي بحثه. الآن عندما نقول الموجود في مقام ماذا؟ أنت الحصر. هذه القضية صحيحة وليست صحيحة. تحتاج إلى توسط ماذا؟ يعني تحصيص الموجود. يعني حتى تصح ماذا نقول؟ الموجود الممكن. انظر، ومع ذلك هل هو ذاتي أو ليس بذاتي؟ يعني يكفي الموضوع لانتزاع المحمول. الماهية عندما قلت الماهية إما جوهر وإما عرض. نعم. لا يحتاج. هذا سوف يتضح في أبحاث الفلسفة. لا يحتاج أصلا. بمجرد تقول موجود موجود لا يخرج عن هذا، وإن لم يكن هذا فهو واجب. عندما نقول ممكن بمجرد قلت ممكن فهو ماذا؟ إما جوهر معه. لا يخرج. إذا بذاته ماذا؟ يقتضي العرض. ممكن مادي، ممكن مجرد. إذا قلنا له يعني يحتاج إلى ممكن مادي. يعني إذا قلنا الممكن مجرد فذاك هو ليس. يخرج عن ما هي؟ ما جوهر وإما عرض. ما هي الأعراض؟ عندما يتبين ما هي الأعراض نقول أن حينئذ أنه ماذا؟ مقيد هذا الجوهر بالعرض لأنه مادي أو ليس مادي. فعلى كل أحوال ما أريد أن أوصله بأن هو أن قد يكون محمول فيما يكون يحتاج إلى واسطة في التخصيص في الحمل، قد يكون ذاتيا يعني لا يكون عرضا غريبا. الآن خلال الثالث يتضح هذه المسألة. يعني نقول موجود إما جوهر وإما عرض، ليس مطلق الموجود هو جوهر أو عرض، ولا يلزم أن يكون ماذا؟ واجب الوجود أيضا ماذا؟ لأنك يعني في مقام الحصر. بخلاف هذا تقول الموجود واجب، هذا لو أريد أن تقول كل موجود. هنا أنت في مقام الحصر ماذا تقول؟ إما الموجود إما جوهر أو عرض، هذا صحيح حصر، هذا ليست لا بد من التحصيص. كذلك هنا الفرق بينهما ماذا؟ أن هذا عارض غريب كاتب وليس بذاته يقتضي أن يكون ماذا؟ الإنسان كاتبا، ومع ذلك يحتاج ماذا؟ إلى تحصيص. الحيوان الناطق. إذا هذا ذاتي وهذا ليس بذاتي، ومع ذلك يحتاج إلى ماذا؟ تحصيص. هذا ما أطلقت عليه أنا اسم بواسطة، يحتاج إلى واسطة في الحمل. واسطة في الحمل. الإنسان ضاحك يحتاج إلى واسطة في الحمل. هل يوجد إنسان ليس فيه قوة الضحك؟ حتى يصح هذا الحمل يحتاج إلى واسطة الحمل. طيب إذا هذا لا يحتاج إلى واسطة. الآن هذا نضع تحته خط سوف يأتي في بول يوضح الفرق. لما نقول الله عالم
ذاته تقتضي ماذا؟ إذن هذا ذاتي. عرض ذاتي. ذاتي يعني بمجرد تصور مجازا طبعا لفظ جلال الله ماذا؟ أو الله بمجرد قلت الله عالم الله الذات لا تنفك ينفك عنها العلم والذات هي تقتضي يعني الموضوع بذاته يقتضي ماذا؟ الحمد لا يحتاج إلى واسطة لا في الحمد ولا في العروض يعني من هذا القبيل جيد زيد عالم هذا الحمد في ذاته صحيح أو ليس بصحيح؟ في ذاته صحيح صحيح ومع ذلك ماذا؟ يحتاج إلى واسطة في الحمد في الحمد يعني في العروض حتى تكون الذات متصفة بالعلم لا بد أن يكون ماذا؟ هناك شيء سبب عرضه وهو الكيف النفساني مثلا العلم هو كيف النفساني واسطة الكيف يعني ماذا يحتاج إلى شيء ليعرض عليه بدون عروض العلم لا يتصف ماذا بعالم إذا هذا يحتاج إلى واسطة في العروض في العروض يعني في الخارج حتى يتصف خارج حتى يتصف بأنه عالم لا بد ماذا من واسطة ذاته بمجرد أن قلت زيد هل يتبادر إلى ذلك أنه عالم؟ لا يتبادر ماذا يحتاج إلى شيء لحلول هذا العلم فيه حتى يتصل العلم لا بد أن يعني حتى يحمل هذا الموضوع المحمول لا بد من اتصافه بالعلم والعلم كيف يحتاج إلى وسط الإنسان متعجب والإنسان ضعيف متعجب يحتاج إلى وسط التعجب ذاتي ذاتي تعجب نعم يعني الإنسان يعني يسأل يعني مثل ضحك مثل ضحك يعني ذاتياتي يتعجب لا فرض أنه ذاتي متعجب ولسان ضاحك ذاتي من النوع الأول الكتاب واحد لا أعرف ماذا طبعا جئت بهذا المثال لأنهم قالوا في الضحك يحتاج إلى واسطة لأنهم قالوا ما هي واسطة الضحك التعجب التعجب حتى يحمل على الإنسان لا يحتاج إلى واسطة في العروض يعني في الخارج حتى يكون الإنسان متعجبا لا يحتاج إلى ماذا واسطة في العروض هو بذاته متعجبا لو نسلم هذا لكن قالوا أن الضحك ماذا يحتاج إلى واسطة ليعلى الإنسان واسطة ماذا التعجب وهو كيف النفساني يعني هذا الحمل بذاته صحيح لا يحتاج إلى واسطة كما هنا في تصحيح الحمل هناك واسطة في تصحيح الحمل وهنا واسطة في العروض في الخارج واضح ما هو الفرق؟ هذا واسطة في العروض في الخارج وهذا واسطة في صحة الحمل فقط وليس أكثر ولا أقل بالنسبة لهذا هذا هو الفرق بينهم إذا هنا عندما نقول أن الواسطة في العروض يعني الواسطة في العروض أو واسطة في الحمل عندما يقال عادة وإن كان لا يشار إلى هذا يعني عادة في العلم عندما يقولون أن موضوع علم معين هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة عوارض الذاتية بلا واسطة يعني ماذا؟ هذا النوع بلا واسطة على نوعين قد يكون بلا واسطة من هذا الشكل وقد يكون بلا واسطة من هذا أيهما تريد هم يريدون بلا واسطة من هذا وهذا العرض يسمى ماذا عرض غريب عرض غريب يعني ليس ذاتيا للموضوع لا يكفي الموضوع لانتزاع هذا المحمول يحتاج ماذا إلى واسطة تقول الغراب
أسود، وهذه الأسود هو ذاتي للغراب، أو الجسم أبيض يعرض حتى العلامة الطبيعية يذكر مثال هو الغراب، يقول الغراب حتى يعرض صوابعه بوسط الرياش، رياشه التي عليه ماذا؟ هي سوداء، فعندما تعرض عليه تصف ماذا؟ بسوداء، ولو بذاته لا يقتضي ذلك، ويصل هذا المثال بالتقريب. وليقرب أكثر، ليقرب أكثر، أضرب مثال آخر. في السفينة على هذا المثال، أتصور سمعتم بهذا المثال. ركبان السفينة وركاب في السفينة، السفينة تمشي في البحر. نقول السفينة تتحرك، صحيح؟ والركاب أيضا يتحرك. لكن الفرق بينهما ماذا؟ أتصور الآن صار واضح. وأحدهما متحرك أولا وبالذات وثانيهما، والآخر متحرك ثانيا وبالعرض. المتحرك أولا وبالذات ما هو؟ السفينة. وهذه لا تحتاج إلى ماذا؟ عارض وواسطة لعروض ماذا؟ الحركة عليه. بينما الركاب لا يتصف بذاته فأنه متحرك. لولا السفينة، إذا بواسطة السفينة اتصف الراكب بأنه ماذا؟ متحرك. كذلك ماذا؟ قائد سيارة مثلا، من يقود سيارة، السيارة تتحرك وهو متحرك، نقول السائق يتحرك والسيارة تتحرك، تحرك السائق بواسطة ماذا؟ السيارة، ولا بذاته ولا يتصل. وإن كان نفس الحركة هي بذاتها، لا نقول الآن أنها من النوع الأول، هي عارض على نفس السفينة، هي عارض، لكن للتقريب فقط هذا أن السفينة هي حتى تتصل بالحركة لا تحتاج إلى شيء في الخارج ماذا؟ الآن هي متحركة حتى يعرض عليها، لكن حتى يتصف الراكب بأنه متحرك بواسطة ماذا؟ متحرك بواسطة السفينة. هو هذا الفرق بين العرض الذاتي والعرض الغريب. ممكن نقول السفينة هي متحركة بواسطة الموتور. الآن تعدد الواسطة، هذا لا بد من الواسطة، لا بد أن تصل إلى شيء ماذا؟ حتى الموتور هو متحرك ماذا؟ بواسطة الخشب، هو الخشب الملامس للماء. تعدد مثلا في هذه المسائل الآن فقط للتقريب، المناقشة لا نناقش المثال وأن لا يناقش كما قلت، فقط هذا أن ننسب الحركة إلى السفينة أولا وبالذات، وننسب الحركة إلى الركاب ثانيا وبالعرض، والثاني وبالعرض هو ماذا؟ عرض غريب، والأول وبالذات هو عرض ذاتي. هذا هو الفرق بين العرض الذاتي. وعندما نقول بلا واسطة في الحمل هنا، بلا واسطة فقط في تصحيح، هنا عندما نقول بلا واسطة، واسطة وعدم الواسطة هنا فقط تصحيح الحمل ليس أكثر ولا أقل، وإلا هو بذاته الموضوع يتصل به، قد يتصل، يعني هذه القضية تدخل هنا أيضا، هذه القضية تدخل هنا، يعني الحيوان المكذب أو الكاذب هنا أيضا بعد تصحيح الحمل. وبالتالي تعدد اللحاظ ممكن أن تكون هناك قضية واحدة ذاتي، قضية واحدة عرض غريب، إذن صار واضح عندنا عرض غريب، وعندنا عرض ماذا؟ قد يكون ذاتيا وغريبا لكنه ماذا؟ يحتاج إلى واسطة في الحمل، في الحمل. البعض الصراحة على هذا العارض، طبعا أنا من الأول لم أكن أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، العرض لأمر معين، يعني العرض غريب، الغريب هو العارض لأمر لا معني بسبب، لأجل، يعني بواسطة. طبعا لا نريد أن أيضا ندخل في أمثلة لأمر أعم أخص مساوي، هنا هذا يسمى العارض فقط، العارض الأعم الأخص المساوي، وهذا العارض بواسطة. هذا هو التقسيم الأسلم لهذه، والبعض هكذا فعل. لكن هنا هذا يعني هذا لا يسمى بواسطة،
يعني هذا عندما يقول العرب الغريب ليس من محمولات الموضوع، هذا النوع ليس من محمولات الموضوع. يقول بلا واسطة، بلا واسطة لا يقصد هذه، يقصد هذا، هذا النوع. والحال أنه في نار بالأصل يسمى العارض لأمر، يعني عندما تقول ذاته هو عارض يعني لا لأمرين، يصبح هكذا موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية العارضة لا لأمر، هكذا المفروض أن يكون. تصوروا من الواسطة يعني لأمر، وهذه الواسطة، الواسطة في العروض في الخارج، فجعلوا الواسطة عندما قلت بلا واسطة بهذا المعنى، بلا واسطة من هذا النوع. وكثيرا ما يحصل خط بين هذه وهذه، صار واضح الآن؟ نظريا 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 ولا هذا نحتاج ماذا أن يكون واضحا نظريا. طب افتحوا الكتب، إذا رجعنا إلى بيانه، يعني أنا أقول البيان الثاني هنا ما يحمل على الوجود على نحوين، يحمل عليه بواسطة يعني يحمل عليه لأمر، ما يعرض عليه لأمر، ويحمل عليه بدون واسطة ما يعرض عليه لا لأمر، هذا هو. نتابع التطبيق. موضوع علم الفلسفة الثاني، موضوع علم الفلسفة الثاني من أي شيء من المبادئ التصورية. المبدأ الأول كان ماذا؟ تعريف. المبدأ الثاني الموضوع، موضوع علم الفلسفة، تبين مما تقدم أن المحور الذي تدور مسائل الفلسفة حوله هو الموجود بما هو موجود. كيف تبين؟ بالأمثلة التي ذكرها، نبحث في أحكام الكلية للموجود التي يشترك فيها الموجود بشكل عام بغض النظر عن أي مسألة أخرى، أي على نحو كلي، ولتحديده بدقة لا بأس بإشارة لما يلي. الفلسفة وفق التقسيم الأرسطي القديم تنقسم إلى، يعني العهد القديم، فلسفة نظرية. هذا من الناحية الفنية كان لابد أن يبحث أين؟ في التعريف. أنا في التعريف أنت تبين هناك ماذا؟ الصلاحة، تبين اصطلاحا ما هو، ما هي الفلسفة، ولغة ما هي الفلسفة، ولغة انتهينا منها. اصطلاحا نقول هناك مر علم الفلسفة بمراحل متعددة. المرحلة الأولى هي مرحلة أرسطو وما قبل أرسطو، والتي تشمل ماذا؟ هذه الفلسفة التي يريد أن ماذا يبينها. الفلسفة وفق التقسيم الأرسطي القديم لدينا نحن هناك ذكرناها، وليس هنا في الموضوع، ليس لها علاقة بالموضوع. الموضوع بعد أن حددت ماذا؟ بعد أن حددت الإصلاح، حدود الإصلاح ما هو؟ ما هي؟ دعني أتكلم ماذا عن الموضوع. طبعا تنقسم إلى فلسفة نظرية، وهي الباحثة عن ما ينبغي أن يعلم، وتشمل أو تشمل العلوم التالية: الطبيعيات وموضوع الجسم، وهذه سميناها ماذا؟ بالفلسفة النظرية ماذا سميناها؟ الحكمة أو الفلسفة الدنيا أو السفلى، والرياضيات وموضوعها العدد. هل واقع الرياضيات موضوع العدد فقط؟ لا، لازم نسمي العسل. ليس على سبيل الحق مثال الإله، طبعا سمينا هذه ماذا؟ فلسفة الوسطى. الإلهيات وموضوعها الوجود بما، أو الوجود بما هو وجود، وسميناها الفلسفة العليا أو الحكمة العليا أو الأولى.
حكمة الأولى. القسم الثاني فلسفة عملية، تنقسم إلى فلسفة نظرية وفلسفة عملية، وهي الباحثة عما ينبغي أن يعمل. طبعا ينبغي أن يعمل ليس دقيقة، الفلسفة العملية ما ينبغي أن يعمل وما لا يجوز أن يعمل وما يجوز أن يعمل، يعني أعم من هذا. وتشمل العلوم التالية، وقال أنه تعب الأخلاق، يعني ما يجب أن يعمل وما لا يجوز أن يعمل. والسياسة، علاقة ماذا؟ العلاقة الاجتماعية بين الناس، سياسة إدارة البلاد، ما يجب أن يكون بين الناس وبين الحاكم، وبين الناس أنفسهم، وبين الحاكم وبين الناس، وقوانين حاكمة على المجتمع، وهذا سياسة. شؤون الأسرة، علم التدبير، التدبير المنزلي، كان التدبير المنزلي علم مستقل الآن الكل يستهين به، والحال أن التدبير المنزلي ماذا؟ علم مستقل. قبل ذلك مقدمة تحتاج إليها، المقدمة لا تأتي بعد الموضوع. والعلم المبحوث عنه ها هنا هو الفلسفة النظرية، لكن مطلق الفلسفة النظرية لا، ليس مطلق الفلسفة النظرية. فانظر في الحاشية يقول: لعل من أبرز المجاميع المدونة التي تحتوي على أقسام الفلسفة العملية هي ماذا؟ الرسالة العملية للفقيه بتصميم العبادات والمعاملات. طيب يعني ماذا؟ لأن الفقه ماذا؟ ما يجب أن تفعل وما لا يجوز أن تفعل وما يجوز لك أن تفعل، الأحكام الخمسة. والمعاملة التي تحكم ماذا؟ المجتمع. يعني عندك أحكام تحكم، أحكام فردية وأحكام أسرية وأحكام ماذا؟ اجتماعية. يعني ماذا؟ الفقه هنا واقع هو ماذا؟ شامل لكل جوانب الحياة. لكن هناك نظر في ماذا؟ في السياسة. وإن كان مثلا عندما نقول القصاص، هناك بحث القصاص مثلا، بحث القصاص أو المعاملة ما تدخل في السياسة، لكن سياسة يعني هذا الباب هو مضموم أكثر من غيره في الأبحاث الفقهية في الحوزة العلمية. إلى الآن نظرية مثلا، نظرية قيام الدولة الإسلامية، أو نظرية ولاية الفقيه، أو نظرية مهمة الفقيه في زمن الغيبة، لم تنقع بشكل جيد ولم يبحث عنها في الحوزة بشكل جيد. وإن كان في كلمات الكبار القدماء حتى الشيخ الأنصاري مثلا وصاحب الجواهر والحداق موجود في كلماتهم هذا البحث، لكنه ليس بشكل مستقل. مسألة كذا وكذا ويقول رأيه في المسألة. أنتم حاولوا أن نوقف هذه المطالب. الآن نحن في زمن فيه كثير من البلاوة والمشاكل وهذه الأمور، ما مهمة الفقيه؟ حتى البعض عندهم رأي أنه الفقيه فقط ماذا؟ مجرد فتوى، يعني أنت ترجع إليه في الفتوى في الإفتاء وكفى الله المؤمنين شر القتال. لماذا؟ بعض يشكل هكذا أن الفقيه لا يعلم بكل نواحي الحياة، لماذا يريد؟ يعني يعلم في مثلا الآن علم السياسة، حتى السياسة تحتاج إلى تخصص، حتى مثلا هو يعلم بالعلوم الطبية، فيزياء، كيمياء، رياضيات مثلا، علوم طبيعية في الطب أيضا، كل هذه الأمور لا يعلم بها، وبالتالي نحن لا نحتاج إليه إلا لمسألة ماذا؟ الإفتاء. هذه نظرية. والآن الجمع كثير من الناس تحاول أن تأتي بهذه أو تجعل هذه الصفة موجودة في الحوزات العلمية، والحال أن المسألة ليست كذلك. الفقيه هو مرجع عام في كل زمان وكل عصر. الفقيه هو مرجع في كل شيء، ولذلك لابد أن يكون ماذا؟ شاملا أيضا من جهة أخرى. كلما كان ذلك الفقيه لا يجوز أن يكتفي مثلا ب
مسائل معينة، بل لابد أن يكون عنده اطلاع، عنده يعني على الأقل إذا أردت أن تفتي في مسألة علمية تجربية أنت لست طبيبا. فلذلك قلنا سابقا في الفلسفة عندما كانوا الفلاسفة كانوا يدرسون الفيزياء والكيمياء والرياضة، هذه كلها عندهم ماذا خبرة فيها، لكن الآن بكثرة العلوم قد لا يستطيع الإنسان أن يكون شامل لكل هذه، لابد أن يكون عندك ماذا؟ مستشارين كفقيه جامع للشرائع تتوافر في كل الأمور الأخلاقية والعدالة، وهذه كل علوم تتوافر تحتاج إلى ماذا؟ مستشار فقط، مستشار في الفيزياء في الكيمياء في هذه الأمور، مجموعة معينة ماذا؟ موجودة. ثم يرجع ماذا؟ أنت ترجع إلى المباني الموجودة عندك. هو هذا الواقع اللي يجب أن يجب أن يكون هذا هو الواقع على كل حال. هذا بدل الحديث الأخلاقي. والعلم المبحوث عنه ها هنا هو الفلسفة النظرية، لكن ماذا؟ لا جميعها، بل خصوص ماذا؟ الإلهيات، يعني الفلسفة العليا أو الفلسفة الأولى، ولذا أطلق على علم الفلسفة بالفلسفة الإلهية. لماذا؟ لأنها تختص بالإلهية أو الحكمة الإلهية، التي هي حكمة الحكمة، الفلسفة مأخوذة من فيلسوف محب الحكمة. طب جيد، ويقصد منه يعني ماذا؟ الحكمة الإلهية منها علم الفلسفة؟ علم أحسن، ماذا الشيء واحد سواء أخذتها منه أو منها، لكن هو ماذا يرجع هنا إلى علم الفلسفة، يقصد من علم الفلسفة بهذا المعنى ما الفلسفة العليا. أنا ما أقول الإلهيات، قال الإلهيات بالمعنى الأعم الذي يبحث الذي يبحث عن ماذا؟ المبادئ العامة للوجود، الأحكام العامة، هذه مبادئ العامة، الأحكام العامة. انظر دون الإلهيات بالمعنى الأخص الباحث عن وجود المبدأ الأول تعالى وصفاته جل وعلا، أن نعبر عنه بعلم الكلام وعلم العقيدة. يعني الفلسفة لا تبحث في المعنى الخاص، الفلسفة لا تبحث في المعنى الخاص، ويقول هذا هنا الإلهية بالمعنى الأخص، يعني المبدأ الأول، يعني ماذا؟ الله سبحانه وتعالى وصفاته وكل لا يدخل في الفلسفة أنت مبين علم الكلام المعنى الأخص، يعني صفات الله والله يدخل، لكن هذا تخصيصه للفلسفة هم بالتبع لا ما هي غاية الفلسفة؟ إثبات الله وعلى إثبات الله خاص وأبحاث خاصة هناك لأجل هذا. لا أنت قولي في الفروع يعني ما يجب أن نفعله، يعني يجب اعتقاد به. انظر ماذا يقول في بداية الإيمان، الغاية من الفلسفة هنا، فالحكمة الإلهية هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، ويسمى أيضا الفلسفة الأولى والعلم الأعلى. وهنا طبعا كما قلت عندما دخلنا هذا البحث الآن عندما قرأت اطلع عندك ما المقصود ماذا بالفلسفة الأولى وما المقصود بالعلم الأعلى. الحكمة الأولى يعني قسم من الفلسفة النظرية والحكمة النظرية، بينما عندما دخلنا نحن في هذه الأبحاث ماذا لم تكن موجودة، ولا حتى الأستاذ ماذا بينها، يعني جهد شخصي أنت لا بد أن تفعل. قال وموضوع الموجود بما هو موجود جيد، وغاية تمييز الموجودات الحقيقة من غيره، ومعرفة العلل العالية للوجود. ما هي العلل العالية؟ طيب حتى هذا ليس بواضح. قل وبالأخص العلة الأولى التي إليها تنتهي سلسلة الموجودات وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وهو الله عز اسمه. يعني ماذا؟ الفلسفة تثبت هذا المبدأ الأول، ليس علم العقائد. نعم في العقائد والكلام فوراً كان أصل العقيدة هناك المفروض أن يكون علمان، عندنا علم الكلام وعندنا علم
العقيدة والعلوم العقدية. علم الكلام اصطلاحه مختلف عن العلوم العقدية أيضا. فيما يجب أن نقوم به تجاه هذه الأمور عن الكلام ويبحث، وإلا هو فلسفة، يعني إثبات المبدأ الأول عن طريق الفلسفة وليس عن طريق علم الكلام. أما الضح هناك فقط أدلة تم اكتشافها، وإلا أرجع إلى أدلة الوجود، واجب الوجود في في علم الكلام. كلها مطروحة على هذا في الفلسفة. فالمحصل علم الفلسفة المبحوث هنا ها هنا هو الفلسفة النظرية، قسم الإلهيات بالمعنى الأول، الزقاق رقم كذا، الشارح شارح رقم كذا، الزقاق رقم كذا، وموضوع الأحوال العامة الموجود. جاء عندك سؤال؟ شو المشكلة يعني سين بين هذه العبارتين، عبارة السياح وعبارة السي؟ هذا يقول يبحث عن المعنى الأخص، وهذا يبحث في الإلهيات المعنى الأخص وفي المعنى العام. حتى في العبارة في ما بعد يأتي لا يوجد مشكلة على الأحوال العامة الموجودة. موضوع الأحوال العامة الموجودة، ما هو تعريف علم الفلسفة؟ ما يبحث فيه عن أحوال، ما يبحث فيه عن أحوال الموجود بما موجود. الذي يشكل العلم ما هو؟ الموضوع أو المحمول؟ المحمول. وبالتالي العلم هو عبارة عن المحمول. ويعني ماذا؟ يعني ماذا؟ أحوال الموجود بما هو موجود، محمول أو موضوع؟ محمول. محمول. إذن هنا هو موضوع الأحوال العامة للوجود، ليس بصح. الأحوال العامة للموجود ما هي؟ الموجود إما واجب وممكن، هذه إما واجب وإما ممكن، هذا هو هذا حال الموجود. إما الموجود إما واحد أو كثير، هذا أيضا ماذا؟ حال. يعني المحمول هو الحال. أحوال الموجود هي هي مسائل العلم، مسائل العلم يعني محمولات الموضوع، يعني محمولات العلم. وبالتالي عندما أقول هو موضوع هكذا، لا، ليس صحيح. الموضوع الموجود بما هو موجود، الموضوع عندما أقول يعني ماذا موجود بما موجود في كل قضية عندنا، الموجود إما كذا وإما كذا، الموجود إما كذا وإما كذا، الموجود إما، يعني هذا الموضوع في المحمولة في المسائل هو ماذا؟ هو الموضوع. أما الأحوال لا، الأحوال هي محمولات العلم وهي مسائل العلم. نعم، نقول ما هي مسائل العلم؟ هي محمولات، هي الأحوال، الأحوال الموجود بما هو موجود. مسائل العلم هي أحوال موجود بما هو موجود. يمكن أنه يقصد يعني موضوعه يعني محل بحثه. لا لا، هو يقول على ماذا؟ ما هو العنوان؟ نحن في مبادئ تصورية، العنوان هنا موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول الفلسفة. عفوا عنك. موضوع علم الفلسفة هو ماذا؟ المفروض أن يكون مبينا، يعني المفروض أن يأتي بنفس ما يقصد من الموضوع، يعني لا تقول أنه نؤول هذا بأنه كذا وكذا، وهذا حديث خلاف الموضوع، يعني تتحدث أنت عن المحمول وليس عن الموضوع، يعني تتحدث عن المسائل وليس عن الموضوع. فالأفضل نقول الموضوع الموجود بما هو موجود. وحتى أنظر يعني لم يأتي أحد بعبارة، نرى ماذا هنا يقول عن ذلك. موضوع هذا الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، موضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. وهذه هذه العبارة أيضا للمناسبة أقول عقدتنا عندما الآن صار عندك واضح، يعني إذا أقول موضوع الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، ما هي الأعراض؟ صار واضح أنه ما يحمل بدون واسطة في العروض
يعني ما كان الموضوع من البداية يقتضي ما لا حمل المحمول عليه. انظر قال وموضوع هو الموجود بما هو موجود لم يقل أحواله. المصنف كذلك في بداية الدرس يقول يعني تدور رسائل الفلسفة حوله هو صحيح صحيح، لكن هذا اشتباه من الناحية الفنية، يعني عنده المسألة واضحة لكن ماذا اشتباه من الناحية الفنية في هذه المسألة التعبير تعبير ضابط لكل مسائله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.